بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أبناء الطلبة، بنات الطالبات، أحييكم جميعا وأتمنى لكم عاما دراسيا موفقا، ويسعدني أن ألتقي بكم في هذا المساق الجميل والشيق، مساق دراسات محاسبية باللغة الإنجليزية. هذا المساق من أسهل المساقات اللي يمكن أن نتعامل معها، هناك العديد من المزايا التي تخدم في هذا الاتجاه، وهي أولها أنه معظم الأمور التي سوف نتطرق إليها من خلال هذا المساق سبق وأن شرحت باللغة العربية، وبالتالي لن يكون هناك أي عائق في مسألة فهم وتدريس المادة العلمية. معظم هذه الأمور تطرقنا إليها خلال دراستنا العديد من المساقات باللغة العربية. هذا الأمر إن شاء الله حييسر لنا العملية وحيسهلها، وطبعا كما تعلمون أنه إحنا الآن شغالين وفقا لأنظمة التعليم الإلكتروني. هذه الأنظمة أيضا جميلة وتتيح لنا سعة أعلى من الأفق والاطلاع عبر الشبكة الإلكترونية وما إلى ذلك من إمكانيات. طبعا في البداية يسعدني أن أعرفكم على نفسي، طبعا محدثكم الدكتور محمد أبو يوسف من قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الإسراء. هذا المساق مرة أخرى أؤكد أن العلامات اللي راح نتعاطى معها راح تكون موزعة وفقا للنظام الجامعي. هذا العام أيضا حتدرج العلامات رغم أنه تعليم إلكتروني، إلا أن علامات هذا المساق وباقي المساقات المدروسة سوف تدرج في المعدل التراكمي بخلاف المساقات السابقة. وأيضا في ميزة جديدة كمان في هذا الفصل، أنه الامتحانات النهائية سوف تعقد من خلال لجان، وفي تقديري واعتقادي أنه ستقدم من خلال الجامعة وداخل أسوار الجامعة بخلاف السابق، كنا ممكن احنا نقدم من البيوت. ما نتوقعه خلال هذا الفصل لأنه ممكن احنا حنقدم من خلال الجامعة. طيب، هذا المقرر يحتاج إلى مراجع تعززه. طبعا لا يوجد مرجع واحد أو يمكن أن نرتكز إليه، لكن نحن اخترنا وبالله التوفيق أن يكون هناك مرجع أساسي. المرجع الأساسي عندما أتحدث عن المحاسبة ونظرية المحاسبة وتطبيقات المحاسبة، لا يمكن لنا أن نتجاوز أحد أعلام علم المحاسبة دون كيسو صاحب هذا الكتاب اللي اخترناه. فاخترنا الكتاب اللي هو مفروض بين ايديكم، متوفر عبر شبكة الانترنت، واللي مش قادر ينزله من خلال النت ممكن بالتواصل نوفر له النسخة المجانية من هذا الكتاب. انزلت لكم انا عبر الصفحة الالكترونية رابط التنزيل لمن يرغب، بامكان التنزيل من هناك. الامر ان شاء الله بيسر وسهولة. أؤكد مرة أخرى، نحن نتكلم عن Financial Accounting، يعني نتكلم عن محاسبة مالية، هذا جوهر الكتاب، لكن هذا الكتاب يمثل مرجع أساس سوف يتم تعزيزه بباقي الأمور اللي نرى ونقدر أهميتها، وأنه لازم للطالب الاطلاع عليها بلغة أخرى. وكما تعلمون لغة الأعمال اليوم، اللغة الأولى في الأعمال هي اللغة الإنجليزية. وبالتالي ميزة أخرى ستضاف إلى مزايا هذا المسار، إنه يمثل جسر تواصل باتجاه العمل إن شاء الله والانطلاق نحو المستقبل. إذا كتابنا المقرر بشكل أساسي سيكون Financial Accounting تحت بيئة الـ IFRS Edition. يعني احنا بنقول انه هذه النسخة حديثة جدا وتم بنائها على اساس الاي اف ار اس. تعلمون انه الاي اف ار اس هي معايير اعداد التقارير المالية، وهذه المعايير عفوا وهذه المعايير
طبعا تمثل أحدث ما تم الوصول إليه في علم المحاسبة والتطبيقات العملية المتعلقة بالأداء المالي وتسجيل العمليات المالية. إذا الكتاب موجود منه عدة نسخ، موجود عدة أمور، لكن إحنا نتحدث عن النسخة المقررة والخاصة بنا، هي نسخة الـ IFRS Edition. وبالتالي لو فتحنا على شبكة الإنترنت هيظهر معنا أسماء تانية، هيظهر معنا كتب تانية، إحنا بنتكلم عن نسخة موحدة يفضل جميعنا نتقيد بها، موجودة لمن أراد توفيرها من خلال الفيزا أو شيء من خلال اللي هي ولي، لكن إحنا بنقول إحنا هنوفر نسخة مجانية، استطعنا توفير نسخة مجانية إن شاء الله، ولمن يرغب ممكن إحنا نزوده بيها، حطينا لكم الرابط اللي بتعلق بتنزيل النسخة المجانية لأغراض التعليم. الكتاب لو لاحظنا إنه بيبدأ معانا اللي هو المصطلحات اللي إحنا عارفينها في علم المحاسبة سبق أن مرت علينا، وبيعملها عملية classification، يعني عملية تصنيف representation، يعني account classification and representation اللي هي تصنيف الحسابات وعرضها. هذا أول نقطة هو بيبدأ فيها من باب التذكير. الطلبة اللي بيعتمدوا على الحفظ، أو في شريحة كبيرة تعتمد على مسألة الحفظ أحيانا، هو بيديك على شكل مفكرة. لو استعرضنا هذه المفكرة اللي أمامنا فهو بيبدأ مثلا على سبيل المثال account payable. account payable يعني اللي هو الدائنون. لما نيجي account title اسم الحساب account payable، الآن الـ classification تصنيفها بيقول لي current liability، أصول متداولة، آسف، التزامات متداولة. طيب في أي قائمة بتدخل؟ financial statement، بيقول لي بتدخل في statement of financial position، يعني هذه من الحسابات اللي متعلقة بقائمة المركز المالي. طيب الـ nature balance طبيعة رصيدها credit، فهو بعد كده بيستعرض لي باقي المصطلحات اللي أنا حمر عليها. لذلك أنصح أبناء الطلبة جميعا إنه ما نمرش مرور سريع كده ودون تمعن في هذه المفكرة اللي أمامنا. لا، هاي المفكرة أو هذا التصنيف اللي أمامنا الـ Account Classification and Presentation مهم جدا، مهم جدا، وسوف يترتب عليه لاحقا فهمنا لكثير من الأمور المتعلقة بالقيود والترحيل والتسجيل. لذلك أنصح، هذه شاملة على كل المصطلحات التي سيتم دراستها، يعني سأتكلم عنها كل الحسابات الخاصة بالقوائم جميعا راح تكون موجودة ضمن هذا التصنيف ومصنفة على النحو اللي أمامكم: Account Title اسم الحساب، Classification تصنيف الحساب، Financial Statement القائمة المتعلقة به، وبعد كده Nature Balance طبيعة رصيد. نستعرض مع بعض كده إشي سريع، فبنجي بنقول Account Receivable اللي هي الثانية، يعني إيش Account Receivable؟ المدينون. طيب المدينون اللي عايزين نصنفها تصنف ايه؟ current assets، يعني اصول متداولة، اصول متداولة. طب هي بتاعت اي قائمة؟ برضو زيها statement of financial position، قائمة المركز المالي. طب طبيعة رصيدها debit. اذا الاولى credit الثانية ايه؟ debit. طيب انا الان انصح الطلاب وكلكم يعني مرت عليكم ها، نبدأ بهذه القائمة كنوع من الحفظ أو بشكل تام، حيث إنه لو طلب منا أي حساب وقالنا إيش التصنيف بتاعه فورا نعرف إنه التصنيفات يا أما current liabilities، يا أما current assets، يا أما plant assets، وهكذا. فإذا هذه الأمور مطلوب منا نكون فاهمينها. طيب خاصة بأي قائمة؟ عند statement of financial position قائمة المركز المالي، أو income statement اللي هي قائمة الدخل، أو statement of financial position نفس الشيء. طبعا عندنا 4 قوائم أساسية ما بين statement of financial position قائمة المركز المالي، و income statement قائمة الدخل، و statement of cash flows
قائمة التدفق النقدي، وأونرز إيكويتي قائمة حقوق الملكية. هاي الأمور ألف باء لازم نحن نبقى عارفين لباقي الحسابات. هنا الكتاب يستعرض مجموعة واسعة من هذه الحسابات، وبقولنا أنت كل الحسابات اللي أنا راح أستخدمها خلال هذا الكتاب هي جزء من هذه المنظومة اللي أنا بديك إياها على شكل دليل. طبعا هو مصنفها حسب الحروف ومدينا إياها، وهذا شيء جميل ممكن احنا نعتد به. اذا هذه القائمة اتفقنا على انه هذه القائمة مهمة. ايضا عندي قائمة ثانية اللي هي قائمة دليل الحسابات، قائمة دليل الحسابات. فهو مصنف للتصنيف الاولاني خلصنا منه، الان بدينا تشارت اوف اكاونتس اللي هو دليل الحسابات او شجرة الحسابات. دليل الحسابات فهو رايح مقسم لي اياهم، قال له بص انت لو عايز مش عايز تقلب نفسك، فالحسابات لو جيت انت تعمل اي دليل حسابات وفقا للاي فار اس حتكون امام خمس محاور رئيسية، تكون امام خمس محاور رئيسية. المحاور كالتالي: اول شيء اسيتس اصول، بعدين لايبيليتيز التزامات، بعدين ايكويتي حقوق ملكية، بعد كده ريفينيوز واكسبنسز ايرادات ومصروفات. هو عايز كده يستعرض معايا، فبقول لي الاسيتس لو شفنا مع بعض الاسيتس هيقول لي كاش نقديه، اكاونتس ريسيفابل مدينون، وهكذا. هيجي لللايبيليتيز اللي هي ايه الالتزامات، هيقول لي نوت بيبل اللي هو اوراق دفع، اكاونت بيبل دائنون، وهكذا. حيجي لحقوق الملكية هيقول لي تشير كابيتال اللي بنتكلم عن رأس مال أسهمي، وهكذا. للريفينيو حيجي يقول لي سيرفيس ريفينيو إيراد خدمات، سيلز ريفينيو مثلا مبيعات. نفس الشيء حيجي عند الاكسبنسز اللي هي مصاريف، حيجي يديني ادمنستريشن اكسبنسز مصاريف إدارية، أو اموتيزيشن اكسبنسز مصاريف استهلاك او اهلاك، وهكذا. نفس التصنيف اذا اللي احنا تحدثنا عنه مسبقا لكن بمنهجيه ايه مختلفه. برضه لحتى الان احنا ما دخلناش في الكتاب، هو بيدينا هدول على شكل دليل علشان لقدام انت لو عايز تفهم اكتر، عايز تتوسع اكتر، هدول اساسيين انت لازم ايه تكون مريت بيهم. طيب وبعد كده لو هنشوف الكاتب هيبدأ لنا بيدينا تعريف عن الكتاب وعن مالك الكتاب والمؤلفين، على رأسهم دون إكيسو اللي هو المؤلف الرئيسي الأكثر شهرة في هذا المجال. طبعا غني عن التعريف لغاية ما يوصلنا الكتاب ل إنه إحنا إيه عايزين نفوت في أول فصل. فأول فصل هيكون الأكاونت إن أكشن، المحاسبة في الواقع أو في الحياة العملية. طبعا الكتاب مش مخصص لمصاف محاسبة واحد زي ما البعض يعتقد، لا. ولو كنا أنا بدرس مساقات مبادئ المحاسبة وهيشتمل على محاسبة واحد واثنين، لكن من الآن أنا عمال بنوركم بقولكم الكتاب مش كله راح ندرسه، مش كل الكتاب راح يكون مطلوب منا، تمام؟ بس في نفس الوقت علشان احنا نعدل اللي احنا مطلوب منا ممكن نستعين بمواد من بره الكتاب، وممكن مواد في الكتاب ما نقفش عندها كمقرر دراسي. فعلشان كده الأمر بيحتاج منا إن احنا نكون مع بعض أول بأول وما إيه ما نفوتش. فنشوف محتويات الكتاب علشان نشوف اللي احنا إيه عايزينه من الكتاب. لو بصينا مع بعض بشكل عام، شابتر 1 أكاونت أكشن اللي هو المحاسبة في الواقع، هذا من الفصول المهمة اللي احنا راح نتطرق إليها. هذا حيعرفني واتس أكاونتنج، ما هو المراد بالمحاسبة. 3 أكتيفيتيز وظائفها الرئيسية الثلاث، وهو uses accounting data ومن هم مستخدمي البيانات المالية.
ايضا حيتطرق، بصوا معي لو ركزنا كده، هذا محاضراتنا القادمه حتكون محورها في هذا الموضوع. فاذا الفصل الاول شابتر 1 مهم جدا، لانه هو هيدرس لي موضوع الاكاونتنج ان اكشن، وهذه المحاضره بالمناسبه حتكون تفاعليه ومحاضره محتاجه منا نوع من السعه والافق فيما يتعلق باللغه، لانها هنعتمد على العديد من الترجمات والعديد من التعريفات. فحنشوف ايضا هو بعد كده مش هيكتفي بس انه شو المحاسبه بمستخدمينها، حيجي يقول لي انه في عندي اللي هو البيلدينج لوكس اوف اكاونتنج، البناء المتعلق بها. اول شيء ethics and financial reporting، اخلاقيات اعداد القوائم. بعد كده accounting standards، معايير المحاسبة. وهذه ميزة الكتاب الجديد عن النسخ السابقة، لأنه الآن بدأ الحديث ضمن المعايير. بعد كده هديني measurement principles، مبادئ القياس، والassumption، الفرضيات المتعلقة به. في مبادئ القياس تعرفوا انه موضوع الاي اف ار اس اضافت ابعاد جديده لعمليه قياس التكلفه. كنا احنا معتمدين على التكلفه التاريخيه، اليوم في عندنا التكلفه القيمه العادله. طبعا كل هذا الامر مر معانا، مش هيكون في اي جديد فيه. وايضا هنتطرق للبيسك اكاونتنج كويشن، معادله الميزانيه، ونشوف كيف عمليه معادله المحاسبه أو معادلة الميزانية، وكيف يتم المقارنة ما بين الأسس لايبيليتيز والإيكويتي اللي احنا قلنا عنه. وفي هذا الإطار النظري أيضا سيتم التطرق إلى الفاينانشال ستيتمنت، اللي هي طبعا انكم ستيتمنت وريتيند. طبعا الانكم ستيتمنت كما تعلمون له قائمة الدخل، وكذلك retained earnings statement قائمة الأرباح المحتجزة، وال statement of financial position قائمة المركز المالي، statement of cash flows قائمة التدفقات النقدية. هذا الأمر أيضا حيقودنا لشيء جديد، لربما قائمة الدخل الشامل ال comprehensive income statement. كل هذه الأمور حنتطرق لها في الفصل الأول. إذا الفصل الأول من أهم الفصول اللي راح نتطرق له في المحاضرة القادمة، بالإضافة إلى بقية الفصول اللي احنا هنشوفها مع بعض، بس حمر عليها مرور سريع لأنه تركيزنا راح يكون على الفصل الأول. إذا شابتر 2، لو جينا شابتر 2 the recording process، ريكوردينج بروسيس، هنغطي خلال هذا الفصل عملية تسجيل القيود، عمليات التسجيل اللي مرت معانا كلها هي راح نتطرق لها من خلال شابتر 2. في شابتر 3 لو جينا مع بعض، شابتر 3 هيديني الادجاستنج ذا اكونتس، اللي هي قيود التسويق. هيديني قيود التسويق. طبعا كل هذا راح ندرسه مع بعض. حنيجي لشابتر 4. شابتر 4 اللي حيتطرق للكومبليتنج ذا اكاونتنج سايكل، الدوره المحاسبيه المتكامله من التسجيل والترحيل لغايه ما نصل لاعداد القوائم الماليه. في شابتر 5 حيكون عندي اللي هو المحاسبة المتعلقة بالأعمال التجارية اللي تعودت عليها، اللي هي الخصومات والترحيلات وما إلى ذلك من أعمال متعلقة بالميرشن ديزاين اللي هي أعمال التجارة. شابتر 5 من الفصول المهمة اللي احنا راح نقف عندها، وشابتر 6 اللي هو متعلق بالانفنتوريز، البضاعة والمخزون. بعد كده
طبعا راح نتطرق لشابتر 7 بشكل مقتضب ونقف عند شابتر 7. يعني اذا احنا نتكلم انه احنا شابتر 7 طبعا بتكلم عن الانترنال كنترول، الرقابة الداخلية وما يتعلق بالنقدية والاحتيال وما الى ذلك، طبعا راح نقف عنده ان شاء الله. يعني اذا انا بتكلم بدقة، اذا الفصول المقررة معنا هي 7 فصول. الفصول المقررة معنا هي 7 فصول. هذه الفصول السبعة، شابتر 1 2 شابتر 7، هاي اللي احنا راح نتطرق لها، بالإضافة للي راح نستعين فيه من برا في أي مجال من مجالات الفصل. باقي الأمور ممكن احنا كمان الفصول هذه يلزمنا المتابعة أول بأول، لأنه مش كل شيء موجود احنا راح نتطرق له ونتوسع فيه. في أمور راح نمشي عنها بسرعة، وفي أمور يهمنا إنه احنا نقف عندها ونتمعن فيها من أجل إنه احنا نصل للي احنا محتاجين. تمام؟ فعلشان كده أتمنى من الجميع إنه الالتزام والتقيد بكل ما يصدر عن المحاضرات، علشان احنا دائما نكون في اتجاه سليم. مش عايزين اي شيء يتراكم علينا وبعد كده نقعد نلحق ونحصل هذه الامور تحصيل. فعلشان الامور تمشي معانا صح، مفروض احنا نبقى اول باول بنجهز واول باول بنحضر، علشان الامور بتاعتنا ما تاخدش معانا اكبر من الحيز اللي احنا محتاجين. طيب بعد كده مفروض ان احنا هذا الكتاب لو اقتنيناه بيكون شيء كويس في مكتبتنا البيتية، لانه هذا راح يفيدنا مستقبلا في محاسبة 2 لو احنا درسناها لنفس الكاتب. مش عايز انا افوت في عمق الموضوع، على اساس عايز افصل في المحاضرات وخلي المحاضرة القادمة للأكاونتينج إن أكشن. بس أنا عايز كده آلية دراسة ومتابعة هذا الشابتر أو بشكل عام. الكتاب جميل جدا ومليء بكثير من المعارف، فلو استعرضنا مع بعض كده هنشوف إنه إحنا أمام عملية تسجيل متكاملة، وهذه العملية يعني في هذا الكتاب تحديدا مليئة بالجو الإيجابي. لو جينا الكاتب يبدأ الكتاب دائما، علشان أنا أنصحكم كيف ندرس من هذا الكتاب، كيف إحنا بندرس، وبيديني في البداية بيقول لي learning objectives، يعني أنت عايز تدرس إيه ورايح لوين. يعني هو كاش كده تواجه يعني أمرك بنوع من العفوية أو لا، هو بيصحصح يعني إنه أنا رايح في أي اتجاه وهو ماشي في هذا الاتجاه. فهو بيديني أهداف اللي أنا عايز أصل إلها. بعد كده الكتاب مزود بالصور، يعني أنا أذكر من باب كانت كتبنا إحنا أيام الابتدائية كلها مليانة صور كنا نبسط عليها، ونفس الشيء بشوف إنه الكتاب هذا مليء بالصور، مليء بالحواديت، مليء بالإثارة، وبالتالي جميل جدا إنه إحنا نقرأ من خلال كتب صممت بطريقة تربوية راقية وعلى مستوى دولي. لا أخفيكم سرا إنه هذا الكتاب نفسه هو اللي يدرس في أرقى الجامعات في العالم، هو ذاته دون ما أي تعديل. وكما أشرت لكم إنه إحنا بنتكلم عن دونالد كيسو، يعني إحنا بنتكلم عن أحد أعلام علم المحاسبة، أحد أعلام علم المحاسبة بالتأكيد، يعني مش أمام كاتب سطحي ولا كاتب من العيار غير المسموع، لا إحنا أمام كاتب راقي. بعد كده فالكاتب بيقسم لي دايما بيقول لي ايش اللي احنا هناخده في كل الفصل، الاكاونتنج ان اكشن. هيقول لي
احنا هندرس واحد اثنين ثلاثة اربعة اللي احنا قبل شوي فرقناهم، اللي هي واتس اكاونتنج، اشي المحاسبة، ذا بيلدينج بلوكس اوف اكاونتنج، طبيعة بناء المحاسبة او هيكلية المحاسبة، بعد كده ذا بيسك اكاونتنج كويشن، قاعدة او معادلة المحاسبة الاساسية، بعد كده بقول لي اللي هو يوزنج ذا اكاونتنج ايكويشن استخداماتها، وبعدك بدين القوائم الماليه. يعني انا لو شفت الهيكليه اللي امام الاستراكشر هذا بفهم ضمنا انه هاي كل اللي احنا ايه رايحين ندرس خلال هذا الفصل، مش رايحين ندرس اكثر من هذا الكلام ولا اقل منه. طيب بعد كده هو بيديني مدخل نظري، جميل جدا، حنتطرق له في وقته. طيب بعد ما هو يدينا هذه الامور بنوع من التفصيل الجميل والسلس، بروح الكاتب يدينا احيانا دؤت. احنا انا بتمنى عليكم جميع الاسئله اللي زي هذه الدؤت نحاول نحلها، يعني اسئله الامتحانات والاختبارات غالبا لما عايزين نجيب حاجه في متناول يد الجميع فاحنا بنميل باتجاه انه احنا نجيب من هذه الاسئله، انها اسئله بسيطه جدا وما بتاخدش اي حيز، عشان كده بتمنى على الجميع انه الجميع يركز في هذه الاسئله. بعد كده هو بيديني الاسئله وبيديني السوليوشن، الحل. فانت السؤال امامك، امامك الحل، فمعاش انت محتاج يعني انه يعني مش مبرر تكون مش دارس هذه الاسئله، انا محلوله اساسا. فانت امامك السؤال وامامك ايه الحل بتاعه. ولو استعرضناها أسئلة سهلة جدا، بس أنا عايز أخر عملية استعراضها لغاية ما ندرس الفصل على أصول. طيب بعد كده بيديني المعادلة اللي وراها، اللي عايز أوصله لك هاي كمان مرة بيديك عملية متكاملة، شرح متكامل، وفي نهاية الشرح، في نهاية الشرح بيلخص، وهذا شيء إيجابي. يعني لو شفنا، أنا حأديكم كمان شيء من الأمور اليابانية اللي أنا سعيد جدا إنه ناخذ من خلال هذا الكتاب. في النهاية بيدينا عملية مراجعة، بقول له بص عايز تراجع، تعال تعال نراجع مع بعض. فهو بيديني كثير من الأمور الجميلة، عشان كده بنركز على عملية المراجعات. بعد كده بيديني المصطلحات اللي استخدمت، وكل أسئلة النظر غالبا والتعريفات بتيجي من هنا، يعني خلينا نقول يعني أتكلم عن مراجعة المصطلحات، يعني لو عايز أقول تعريف المحاسبة حاخده من هنا أكيد، يعني لو عايز تروح له في الكتاب فهو بقول لك أنا جايبه من الكتاب من بيج 4، أنت لو هتروح لبيج 4 هتلاقي تعريف المحاسبة، فهو Accounting the Information System الى اخره، فهو جابها من هنا. طب ايش المقصود بالاسس؟ اهي وباقي الامور زي ما انتم شايفين، يعني مفيش فيه. طيب بعد ما استعرض له كل المصطلحات اللي هو استخدمها بيجينا عند اسئله اختيار من متعدد. طبعا انتم عارفين انه امتحاناتنا صفت في الفتره الاخيره كلها اختيارات من متعدد وصح وخطا وشيء، يعني انا عايز اجيب نفس الأسئلة فأختار من نفس الموضوع، يعني بس مش هروح باتجاه تاني، هروح أختار نفس الموضوع مش هروح باتجاه تاني. فكمان شيء جميل جدا إنه هذه الأسئلة محلولة، ويا ريت بس محلولة وبس، محلولة ومعللة. يعني لو جينا لسؤال 1 وبقول لي which of the following is not step in the accounting بروسيس، لو وقتها حنكون امام هذا السؤال، يعني ايش اللي هي مش من عمليات المحاسبه. فالان هو اختار الخيار. لو جينا لطبيعه الحل 1 بقول الاجابه اللي هي ايكونوميك انتيتي، الوحده المحاسبيه، مش منهم. طب ليش؟ لانه هذا كذا كذا. شيء منطق جميل جدا، منطق جميل جدا. هذا الان بعد كده بيدينا مجموعه من الأسئلة، برضو لو شفنا كله محلول، ما فيش في أي شيء صعب أو شيء معقد، وبيدينا تطبيقات وبيتدرج في التطبيقات تدريج.
هذه ميزة، بيتدرج في التطبيقات تدريج. فعملية التدريج في التطبيقات بتدينا نوع من الأفق، إن أنا أمام أسئلة سهلة بعد كده بتصعب شوية شوية لغاية ما يدينا أسئلة التميز، وهذا في حد ذاته نوع من الإيجابية في عملية طرح المادة، وبيبدأ إلى أن نصل إلى إنه إحنا يكون عندنا عمق واسع في عملية الفهم واستكمال المسار. طبعا في النهاية في أسئلة مش محلولة، وهذا طبعا عايزة جهد من الجميع، وعلشان احنا نكون في صورة الأمر، لأنه مش كل شيء حيكون أسئلة محلولة. لا تمام. طيب ختاما أبناء الأعزاء، قدرا قدرا أنا بدرس مساقين، مسار اللي هي دراسات محاسبية باللغة الإنجليزية، ومساق مبادئ المحاسبة واحد باللغة الإنجليزية. في المحاضرة الأولى حقيقة حيكون معانا نفس الكتاب، والفصل الأول حيكون عندنا سيستم، لأنه إطار نظري مشترك للاثنين دون أي تعديل. فهذه المحاضرة إن شاء الله راح نعتمدها للشعبتين، وبعد كده راح يصير في نوع من الاختلاف بحكم التخصص. حيكون توسع عندنا في دراسات محاسبية باللغة الإنجليزية في الإطار النظري، بينما حيكون توسع في الإطار التطبيقي والعملي فيما يتعلق بمبادئ المحاسبة باللغة الإنجليزية 2. إذا أؤكد مرة أخرى لطلابي وطالباتي اللي بدرسوا في مساق محاسبة واحد باللغة الإنجليزية، إنه هذه المحاضرة أيضا مشتركة ما بينهم، وإن كنت قد بدأت حديثي بإنه هذه المحاضرة خاصة بدراسات محاسبية باللغة الإنجليزية. كونه نتحدث عن إطار نظري، فإحنا أمام هذه المادة، ومش راح يكون أي صعوبة بالنسبة لكم لطلبة المستوى الأول إطلاقا. كنا بنتحدث عن مادة جديدة وسلسة، وطبعا كلكم قدراتكم ما شاء الله عليها، وعلاماتكم ما شاء الله عليها تشهد لكم بالتفوق والتميز. أحييكم جميعا، وأتمنى لكم مستقبل مزهر وفصل دراسي جميل في ظل جامعتنا الغراء، جامعة الإصرار، وأشكر لكم حسن إصغائكم واستماعكم لنا، ومرة أخرى أحييكم، وهذه أرق التحيات من مدرسكم دكتور محمد أبو يوسف، وشكرا لكم مرة أخرى.